بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: أين المحافظة على الأعراض؟ والخطبة الثانية بعنوان: حفظ الدين. محمد صالح المنجد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من حق هذه الشريعة علينا يا عباد الله أن نفهمها، ومن فهمها معرفة مقاصدها، ومن مقاصدها حفظ الضرورات التي جاءت بها الشريعة لصلاح الناس في معاشهم ومعادهم. حفظ الضرورات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والمال والنسب، التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تستقم مصالح الدنيا، بل صارت إلى فساد وتهارج، وكذلك تفوت الحياة الأخروية بفوات النجاة والنعيم وحصول الخسران المبين نتيجة اختلال حفظ هذه الضرورات. لقد ذكرها ربنا وأشار إليها كما في آيات الوصايا العشر، وهي ثلاث آيات في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ثم قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذه الآيات فيها إشارة إلى العناية بالضروريات، ففي حفظ الدين قوله عز وجل: ألا تشركوا به شيئا، وفي قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وحفظ النفس في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحفظ النسل في قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي حفظ المال قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وفي قوله: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وحفظ العقل لا يمكن قيام الأمور الأخرى إلا به، فلا يقو بها فاسد العقل، فحصلت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لعلكم تعقلون. وقد جاءت آيات أخرى فيها ذكر هذه الضرورات التي لا بد من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثيرة في القرآن والسنة. ونريد أن نستعرض شيئاً مما جاءت به الشريعة في حفظ النسل أو حفظ النسب. إن هذه المسألة مسألة خطيرة جداً، لأن البضع وهو الفرج مقصود حفظه في الشريعة، لأن في التزاحم عليه اختلاط الأنساب وتلطيخ الفراش وانقطاع تعهد الأولاد والتوثب على الفروج والتغلب، وهذه مجلبة للفساد والتقاتل. ولذلك جاءت الشريعة بحفظ الفرج وحفظ النسل وحفظ النسل، جاءت الشريعة بحفظهما لأجل أهميتهما وما يترتب على حفظهما من المصالح العظيمة
وما يترتب على الإخلال بحفظهما من المفاسد العظيمة. وحفظ النسب مكمل لحفظ النسل، لأن حفظ النسل يؤدي إلى بقاء الكيان الإنساني، وحفظ النسب يؤدي إلى الاهتمام بالإنسان، فكل منهما مكمل للآخر. ومن المفاسد التي تحصل بعدم حفظهما أولاً انتهاك الأعراض وما يجر ذلك من التقاتل، وثانياً اختلاط الأنساب، وثالثاً قطع النسل، ورابعاً انتشار الفساد الخلقي، وخامساً نزول المصائب وحلول الكوارث والمحن. ولو لم يرد في قوله ولو لم يرد في سوء إهمال حفظ النسل إلا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لكان ذلك كافيا. كيف لا وقد قرنه بالشرك والقتل في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأوجب الرجم في الزان المحصن وهو الموت، وميز حده حد الزنا عموما بثلاثة أمور: أولا القتل فيه بأبشع القتلات، إذ لا توجد قتلة في حد شرعي أشنع من قتل إنسان بالحجارة حجرا بحجر حتى يموت، جمعا للعقوبة على البدن بالجلد أو الرجم، وعلى القلب بتغريب الزاني عن وطنه سنة كما جاء في السنة. والثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم عن إقامة الحد. والثالث أنه أمر أن يكون تطبيق الحد بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد. لماذا هذه الفضيحة؟ للمبالغة في الزجر عن هذا الفعل. وليس المقصود بحفظ الفرج في الشريعة حفظه من الزنا فقط، بل حفظه من أي شيء غير سوي وأي انحراف كاللواط والسحاق والاستمناء وغير ذلك من الأمور التي لا يرضاها خلق مستقيم ولا فطرة سليمة. قال ابن القيم رحمه الله: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، أي الزنا واللواط، ولهما خاصية في تبعيد القلب عن الله عز وجل، فإنهما من أعظم الخبائث. وقال: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. إلى أن قال رحمه الله: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم وهو من أشراط الساعة. وما من أمة يظهر فيها الزنا والربا إلا بحلوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آت ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها. والتفكك والتفتت والتقاتل حال بهم ولا ريب، كيف وقد استمرؤوه وظهر فيهم في الكبير والصغير. وقد شرعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ النسل وحفظ الفرج وحفظ النسب، ومن ذلك تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، إجراءات احترازية قبل وقوع الجريمة، وإجراءات معها وإجراءات بعدها.
وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الزنا، وتحريم اللواط، وفي المقابل شرع النكاح وتحريم كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة، وحفظ النسل من الركائز الأساسية في الحياة ومن أسباب عمارة الأرض، وفيه تكمن قوة الأمم، وبه تكون مرهوبة الجانب. والإسلام قد عني بحماية النسل ودعا إلى تكثيره من وجهين: الأول الحث على ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكاثره، والثاني منع ما يقطع النسل بالكلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده. فأما بالنسبة للأول فقد جاءت الشريعة لتحقيقه بالحث على النكاح والترغيب فيه، وجاءت النصوص الشرعية بذلك. قال عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذا ولا شك أمر ترغيب في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الولود من عرف عنها كثرة الولد، إن كانت سيبا بسابقتها، وإن كانت بكرا فمن حال أقاربها كأمها وعماتها وخالاتها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، ومن أسباب ذلك قال: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما. ومعنى أنتق أرحاما أي أكثر أولادا، لأنها شابة ونشيطة وقوية على المواصلة في الإنجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقد ذكر العلماء حالات يجب فيها النكاح، ومنها إذا وقع في الحرام أو كاد أن يقع فيه أو خشي على نفسه العنت يجب عليه النكاح. فانظر إلى هذه الشريعة التي حثت على النكاح ونكاح الولود بالذات، وأباحت التعدد، كل ذلك لأجل المحافظة على استمرار النسل، والله خلق البشرية وهو أعلم بما يصلحها. ثم للمحافظة على النسل وعدم ذهابه أو تقليله، منعت الشريعة ترك النكاح ومنع الحمل بالكلية والإجهاض بعد حدوث الحمل. ويترك الإنسان النكاح لأسباب كثيرة منها: أولاً التبتل وزعم الانقطاع للعبادة، وثانياً عدم القدرة البدنية أو المالية، وثالثاً لأن عنده طريق أخرى يسلكها لتصريف شهوته بالحرام. فأما بالنسبة للأولى فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدها بدعة، والذي قال من الصحابة لا أتزوج النساء قال له مجيبا: من رغب عن سنتي فليس مني. ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون لما استأذنه في التبتل والاختصاء قال الراوي: ولو أذن لنا لاختصينا. فنهت الشريعة إذن عن قطع سبيل الإنجاب ووسيلته وآلته لتحقيق تكثير النسل. قال ابن حجر رحمه الله: والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهذا خلاف المقصود من البعثة المحمدية. وقد أنكر السلف على من ترك النكاح، وقال طاووس لرجل: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر. ماذا قال عمر؟ ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. إذا رأيت شابا قادرا على الزواج تأخرت به السن ولم يتزوج وهو قادر،
ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. فما هو السبب؟ لا يمنعه إلا عجز عن الوطئ، وهذا عيب، أو فجور، ولذلك تأخر به النكاح. وقال الإمام أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، والنكاح أفضل من التخلي للنوافل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وعدد وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى. يا عباد الله، يا عباد الله، إن ترك النكاح ليس من أمر الإسلام، وأما تركه لعدم القدرة البدنية فقال بعض العلماء بوجاهته، كما إذا كان به مرض ولا شهوة له، أو كبير السن طاعن لا همة له في النكاح ولا حاجة، فلو تركه فلا يعاتب على ذلك. وأما المال فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فليسعى الشاب فإن الله معه. وأما ترك النكاح بسبب وجود طريق محرمة أخرى لتصريف الشهوة كالزنا واللواط وسائر الشذوذات التي انتشرت في هذا العصر، فمعروف الحكم ذلك والحدود التي جاءت للشريعة بشأنه. ومما جاءت الشريعة به من الإجراءات لحفظ النسل منع الحمل لدى المرأة، أو ما يضعف الشهوة أو يقطعها بالكلية لدى الرجل والمرأة. فأما إن كان منع حمل كلي أو تعاطي دواء يقطع الشهوة بالكلية فإنه ممنوع عند العلماء، ولا شك في ذلك، لا يجوز تعاطي ما يمنع الشهوة بالكلية، أو أن تتعاطى المرأة ما يمنع الحمل بالكلية، أو أن يتعاطى الرجل ذلك كاستئصال الحبل المنوي، وهي عمليات حاصلة في الغرب والشرق، واستئصال الرحم وربط المبايض وما شابه ذلك عمليات يقام بها في الشرق والغرب. وقال بعض العلماء بجواز تعاطي ما يسكن الشهوة إذا خشي على نفسه الحرام، لكن لا يجوز أن يتعاطى ما يضره أولا، ولا ما يؤدي إلى قطعها بالكلية. وقد ثارت في بلاد المسلمين الدعوة إلى تحديد النسل، وأدرك أعداء الإسلام خطورته، وأثره الفعال في تقليل أفراد الأمة الإسلامية وتوهين قواها وجعلها لقمة سائغة وفريسة سهلة يفترسونها متى أرادوا وكيف أرادوا، فأخذوا ينادون بضرورة تحديد النسل في كثير من البلاد الإسلامية بحجة قلة الموارد فيها، وبحجة التخوف من الانفجار السكاني، وجندوا لهذه الفكرة أناساً من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويذودون عن هذه الدعوة ويرفعون لها اللافتات المتعددة والمظاهر البراقة، وجندت المكتبات والكتب والأبحاث الطبية المزيفة، وكل وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وأنشئت لأجلها المؤسسات والجمعيات، ورصدت لها الأموال الطائلة والمساعدات الهائلة، وكذلك سنت القوانين لمنع تعدي النسل لعدد معين في عدد من البلدان الإسلامية في الوقت الذي ينادي فيه علماء الغرب بالخطر الداهم على مجتمعاتهم، ويقولون: في روسيا في بعض المدن عدد الوفيات أكثر من عدد المواليد، ماذا سيعني ذلك في المستقبل؟ قلة عددهم وبالتالي ضعف قوتهم، فإن العامل البشري هو العامل الأول في سائر القوى والموازين. وانظر ماذا أدى إليه الحال في الصين
من منع إنجاب أكثر من طفل واحد، والعائلة تريد ذكراً، فإذا كان المولود أنثى والقانون لا يسمح إلا بولد واحد أقدم على قتلها. فوجد الوأد وقتل البنت والأنثى في الصين كثيراً في هذه الأيام. إن قضية تحديد النسل هي مؤامرة دينية، مؤامرة على الدين لها أبعادها الخطيرة. والتنقيص من عدد المواليد لا يخدم إلا مصلحة أعداء الإسلام، ولا شك أن لهم دوافع في ترويج هذه المسألة بيننا، بل إنهم عملوا على تصدير ما يسبب العقم إلى بلاد المسلمين. يهوداً ونصارى صدروه إلى بلاد المسلمين. وكذلك فإن بعض أطبائهم قد ثبت أنهم كانوا يقتلون مواليد المسلمين في المستشفيات، وبعض ممرضاتهم وممرضيهم كذلك وجدوا مضبوطين بالتلبس في قتل أجنة المسلمين. والطبيب ينصح المرأة بعدم الحمل أو ينصحها بالإجهاض إذا حملت، وروجت الوسائل المعينة على الإجهاض، وفتحت عيادات لأجل ذلك، وسهلت القضية في الوصول إليها. فإذا قال قائل: هل يوجد في الشريعة ما يبرر منع الإنجاب مؤقتا للحاجة؟ فالجواب نعم، لا شك أن الشريعة تراعي الحاجات، والعزل جائز كما دل عليه حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وجاء في رواية لمسلم أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي. ومن هنا تفاوتت أنظار العلماء في حكمه، فقال عدد منهم بكراهيته لأن فيه تقليل النسل وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة أسباب التكاثر. ولكن إذا دعت الحاجة في ظروف معينة ما مصلحته راجحة في تأخير الإنجاب للمولود القادم، كخوف على الأم من الهلاك بالحمل، أو خوف على الولد من مسلم طبيب ثقة أو أكثر ليتأكد الإنسان، فإنه في هذه الحالة لا بأس من تعاطي ما يؤخر الإنجاب لسنتين حتى يكون هناك كفاية من الوقت لتربية الولد الحاضر والاستعداد لاستقبال المولود القادم. والله تعالى قال: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ويشترط في مانع الحمل ثلاثة شروط: أولاً إذن الزوجين، فلا يجوز للزوج أن يجبرها ولا يجوز لها أن تتعاطاه سراً من خلفه. وثانياً أن لا يكون منعاً دائماً. وثالثاً أن لا يكون ضارة، وكثير من هذه اللوالب والحبوب ضارة بشهادة عقلاء الأطباء. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله الكبير المتعال، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآل، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه والآل. عباد الله، لقد جاءت هذه الشريعة من الإجراءات في ضمن ما جاءت به لحفظ النسل بما في تشريعات بشأن الإجهاض، وعنيت الشريعة بالجنين في بطن أمه عناية فائقة، لأن ذلك الجنين هو الطريق إلى إيجاد النسل،
ولو لم يراعي حال الأجنة في بطون أمهاتها للزم من ذلك فساد النسل وضياعه. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين على من قتلت جنين امرأة في بطنها. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فإذا عبد أو أمة هو أو ما يقابلهما من المال كعشرة آلاف ريال ونحوها دية إسقاط الجنين عمدا، دية إسقاط الجنين. وكذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله في شرح قول الخرقي رحمه الله: وإذا شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا وتعتق رقبة. فتعتق رقبة إذا تعاطت دواء قتل الجنين وأسقطه، وتسلم عبدا أو أمة أو قيمتهما إلى ورثة الجنين دون أن تأخذ منها شيئا. ولا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إطلاقا عند جميع العلماء، لأنه قتل نفس محرمة، لا يجوز ذلك مطلقا. وفي جواز إسقاطه قبل نفخ الروح تفاصيل في كلام أهل العلم. وأما الإجهاض فإن له آثارا سلبية كثيرة، ومنها ما ذكره بعض أطباء الكفار. قال أحدهم: للإجهاض على النسل ثلاثة أضرار: أولا، هلاك عدد غير معلوم من أفراد البشرية قبل أن يخرجوا إلى نور الحياة، وثانيا، ذهاب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض، وثالثا، حدوث مؤثرات مرضية للمرأة لا يستهان بعددها تؤدي إلى عدم الإنجاب مستقبلا. هذه بعض الإجراءات الشرعية التي جاءت بها الشريعة لحفظ النسل وحفظ النسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا من كل فاحشة، وأن يتوب علينا من كل ذنب، وأن يحفظنا ويحفظ بيوتنا من سائر الأمراض. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم الملة الحنيفية. عباد الله، إن جانبا عظيما من المسؤولية يقع على أولياء الأمور في تعهد بناتهم وأولادهم، فإن كثيرا من الأولاد يساقون إلى الفاحشة ذكورا وإناثا بهذه المثيرات للغرائز التي تعرض على العالمين مما يأتينا من الكفار ومن هم من جلدتنا من أبناء المسلمين. ولذلك كان لزاما على كل أب أن يقوم على تعهد بناته وأبنائه، ولزاما على كل زوج أن يقوم على تعهد زوجته، وإلا فالخراب والدمار. قال لي واحد من الإخوان: مررت بمجمع تجاري في الساعة الواحدة ليلا فرأيت منظرا عجيبا، ثلاثة أولاد يقفون في الشارع، بنت عمرها سنتين ونصف تقريبا، وولد عمره 4 سنوات، وولد آخر عمره 7 سنين. فأكملت طريقي ثم عدت من نفس الشارع في قرابة الساعة الثالثة إلا ربع قبل الفجر، فوجدت المنظر ذاته، وجدت المنظر ذاته، البنت الصغيرة جالسة على الرصيف، وهكذا حال الأولاد. فاستغربت وتعجبت لهذا المنظر، وهؤلاء الأولاد في هذه الساعة المتأخرة من الليل قبل الفجر. فأوقفت سيارتي ونزلت إليهم فقلت: ما لكم واقفين في هذه الساعة؟ وما سبب حضوركم في هذا المكان؟
ورأيت البنت الصغيرة في عينيها عبرة ودمعة وكذلك في عيون إخوانها. فأجابني الولد الكبير بعد السؤال والنقاش: إن أمنا قد خرجت بنا في ليموزين إلى هذا السوق الذي فيه مكان للألعاب، ووضعتنا فيه وقالت سأعود إليكم الساعة الواحدة الواحدة. ثم مضت مع شخص أقول هو خالي ولكنني لم أره من قبل، لكنه كان يقول إنه خالي. ثم تحدث الطفل عن مأساته وعن مأساة إخوانه، والدمعة تترقرق والعبرة تختنق والصوت يتهدج، وانتهت القضية بأن أوصلهم إلى بيتهم. ولكن هذه الأم المجرمة التي تلقي بفلذات كبدها إذا كان لها فلذات في هذا الوقت إلى الساعة المتأخرة في الليل لتذهب مع رجل أجنبي تعرفت عليه في استقبال المستشفى. أيها الإخوة، أين الزوج؟ أين العائلة؟ أين الأسرة؟ أين الحماية؟ ضياع الأولاد، انتشار الفواحش، شيوع الأمراض، جلب نقمة الرب على المجتمع. أين العقول؟ أين الغيرة؟ لماذا هكذا نفلت الأسرة؟ لماذا يذهب الزوج بعيدا عن زوجته؟ لا رقابة، تفلت الأمور للمرأة للخروج كيف تشاء، والليموزينات تعمل في نقل البغايا. عجبا عجبا لنا، كيف وصلنا إلى هذه الحال؟ هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل من قيام بالمسؤولية؟ يا عباد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنت موقوف بين يدي الرب سائلك عن أولادك ذكورا وإناثا وعن زوجتك. إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ ذلك أم ضيع؟ اللهم إنا نسألك الرأفة واللطف بنا يا رب العالمين. اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انشر رحمتك على العباد واقمع أهل الزيغ والكفر والعناد. والآن مع مادة هذا الشريط الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المقصد الأول من مقاصد هذه الشريعة هو حفظ دين الله عز وجل، حفظ الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وجعله مهيمناً على سائر الأديان، ولم يرتض من عباده غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك تكفل الله بحفظه، وأما بقية الأديان فلم يبق منها دين إلا وهو محرف أو مشوه أو مختلط بآراء البشر. وقد جاءت هذه الشريعة أيها الإخوة بوسائل متعددة لحفظ الدين، ينبغي أن نتمعن فيها، لأننا إذا عرفنا طريقة الشريعة في حفظ الدين التزمنا هذه الطريقة وحرصنا عليها، ووجب علينا أن نسلك السبل التي جاءت بها الشريعة لحفظ الدين. الناس بدون دين
كوحوش في الغابة، قويهم يأكل ضعيفهم، وظالمهم مسيطر على مظلومهم. الناس بدون دين أموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الناس بدون دين بهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وطرق الشريعة لحفظ الدين: العمل به أولا، والجهاد به ثاني، والجهاد من أجل إقامته ثانيا، والدعوة إليه ثالثا، والحكم به رابعا، ورد كل ما يخالفه خامسا. لقد حفظت الشريعة الدين، جاءت بالوسائل الكفيلة لحفظه من جهتين: أولهما المحافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعده، وثانيهما درء الفساد الواقع أو المتوقع عليه، والمحافظة بدرء ما يحرفه أو يزيله. فأما بالنسبة للعمل بالدين، وهو الطريقة الأولى لحفظه وإقراره في الواقع، فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن الله ما شرعه إلا ليعمل به، لا لتحفظ ألفاظه فحسب، لا ليحفظ الكتاب رسما فحسب، ولا لتحفظ السنة حروفا وكلمات فحسب، وإنما شرع الله الدين لإقامته والعمل به. ولو حفظت نصوصه وضيعت معانيها ولم يلتزم بها فلا نعتبر قد قمنا بشيء، قد قمنا بشيء هو المطلوب منا. ولذلك كان حفظ الدين فرضا علينا، لا في نصوصه فقط، وإنما في العمل به أيضا. وبعض أعداء الدين يناسبهم أن يحفظ بعض الأطفال القرآن، ولذلك تراهم يتباهون به، لكن أن يطبق القرآن فهذا شيء آخر. والمسلم معني بتطبيق الدين في واقع الحياة، ومن أقام الدين في نفسه فهو معين على إقامة الإسلام في الأرض، فإذا أقامه كل واحد قام الدين. والشريعة فيها واجبات عينية وواجبات كفائية، فالواجبات العينية لا بد على كل إنسان أن يقيمها كالصلاة مثلاً، والواجبات الكفائية لا بد أن تقوم بها الأمة بأجمعها، بحيث إذا أخلت به أثم جميع أفرادها. فإذا كان الجهاد في الأصل فرض كفاية، فإذا حقق سلمت الأمة من الإثم، وإذا ضيع أثم المسلمون جميعا. وحفظ الدين واجب على كل إنسان مكلف بإقامة أركانه وواجباته، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام العينية التي يجب أن يقام بها. ولأجل تكميل ذلك شرعت الشريعة المندوبات استحباباً القيام بها، وترك المكروهات أيضاً من الدين، للمحافظة على أصوله وخطوطه وقواعده. ومن هنا ندرك أيها الإخوة
الفرق بين المسلمين والإسلام، فأعمال المسلمين في ذاتها قد تكون صواباً وقد تكون خطأ، قد تكون حقاً وقد تكون باطلاً، وأما الإسلام فلا يكون إلا حقاً غير محتمل للباطل. والعمل بالدين يؤثر في حياة الناس، وعندما يحصل الاختلال في التطبيق والتغاير بين العمل والدين فإن ذلك العامل بالخطأ لا يقال عنه إنه عامل بالدين. وكم شوهت هذه الأعمال من الدين، وكم منعت من الدخول فيه، وكل من يمارس عملا خاطئا متعمدا معلنا به فهو من الذين يصدون عن سبيل الله بشكل مباشر أو غير مباشر. حتى الذين يظلمون العمال الكفر مثلا، فيظن هؤلاء الكفرة أن هذا هو الإسلام، فإن كل ظالم لهم آثم وصاد عن سبيل الله. وهكذا الذين يذهبون إلى بعض الأقطار يمارسون الفواحش من المسلمين، وبعضهم يمارسونه بين المسلمين أيضا، فهؤلاء الذين يعطون الصورة السيئة عن الإسلام بممارساتهم الآثمة الخاطئة هم من الذين يصدون عن سبيل الله. هذا من جهة العمل به، وأما الحكم به فهو ضرورة من ضرورات حفظه، لأنه لا يمكن أن يكون الدين محفوظاً إلا إذا صار هو الحاكم في الأرض. والله سبحانه وتعالى قد قيض العلماء ليبينوا للناس الإسلام، فيكون الدين محفوظاً من جهة بيانه ومعرفته، فإنه في كثير من الحالات لا يوجد دين عند بعض الناس أو بعض المجتمعات، لأنه لا يوجد علماء صدق يبينون الدين ويعلنون حلاله وحرامه ويظهرونه ويفتون في مسائله. لماذا يضيع الدين عند بعض الناس؟ لأنه لا يوجد من أولي العلم من يقوم به ويبينه. ولذلك كان لابد من الحكم بالدين، فالقاضي والعالم والمفتي الذي يحكم بالدين هو مقيم له في الأرض ومبين له ومعلن به، والله تعالى يريد ذلك. وعندما يحكم بغير الإسلام فإن هذا إقصاء للدين عن الحياة وإحلال للأهواء والآراء الشخصية محل دين الله، وأي تضييع للدين أعظم من هذا، وأي جناية عليه أكبر من هذا. فعندما يحكم الإنسان بالإسلام ويحكم المسلمون به فإنهم يكونون مطبقين وقائمين بالأمر. فعندما يحكم الإنسان بالإسلام ويحكم المسلمون به فإنهم يكونون مطبقين وقائمين بالأمر، لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولأن الله قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحفظ الدين في المجتمع بإظهار أحكام الإسلام وشعائره وإقامة حدوده، إقامة الحدود أمر مهم في بقاء الدين. الحكم بالإسلام، التراجع إلى المحاكم الشرعية، إعادة القضايا إلى قضاة الشريعة أمر مهم في إقامة الدين، والذين لا يعملون ذلك فهم مضيعون للدين. يخفى الدين بين الناس وبين العوام،
لأن القضايا لا ترد إلى الشريعة، والحكم بالدين وتطبيق أحكامه يسد الباب على أهل الكفر والضلال والانحراف عندما يحاولون نشر مذاهبهم، لأنهم لا يتمكنون عند إقامة حد الردة في الأرض وفي المجتمع، لا يتمكنون من نشر كفرهم لا تحت ستار البحث العلمي ولا تحت ستار الحرية الفكرية. وكثير من الكفر المعلن اليوم في الأرض ينشر تحت ستار البحث العلمي والرسائل الأكاديمية أو تحت ستار الحرية الفكرية. حرية اعتناق المذاهب والأديان والأفكار. والوسيلة الثالثة لحفظ الدين يا عباد الله، وهذا أمر كلنا مأمورون به، نحن معنيون بإقامة الدين أفراداً وجماعات، الدعوة إلى الله عز وجل، وظيفة الأنبياء والمرسلين من أجلها تحملوا المتاعب وصبروا على الأذى وقتلوا وقاتلوا في سبيل الله عز وجل. لا يمكن أن يتصور قيام دين وانتشاره بدون دعوة إليه وبيان لمحاسنه وتوضيح لأحكامه وآدابه وكشف الشبهات عنه. كل صاحب فكرة يريد نشرها يقوم بالدعوة إليها، ويفعله أعداء الإسلام كثيرا، ويضحي بعضهم ويتفانى لأجل ذلك فيعلنه وينشره، ويعتمد الأموال لأجل ذلك والأفراد، وتستغل سائر الوسائل للنشر، لنشر الأفكار من القلم إلى الإنترنت، وهكذا يقومون بنشر الأفكار، وهكذا تقام المعاهد وتقام دورات الإقناع، وهذا الجهد النصراني مثال واضح على ذلك. يدرسون مقررات كيف تقنع مسلما بالنصرانية، يدرسون مقررات، ونادرا ما تسمع أن مسلما درس مقررا أو تدرب على الدعوة إلى الله عز وجل بشكل مخطط له يكافئ الواجب الملقى على عواتقنا في سبيل نشر الدين. بل كثيرا ما نجد المسلمين في غاية التراخي والإهمال والتفريط في واجب الدعوة. أفلا يكون أولى بدعاة الحق الذين يعلمون صدق ما يدعون إليه وأنه هو الدين الوحيد الصحيح، أن يقوموا بالدعوة إلى الله عز وجل، خصوصا وهم يرون أن الكفار ينشرون الدعايات المغرضة عن الدين بكل وسيلة ممكنة، ويحاولون غرس المفاهيم التي تناقض مفاهيم الدين، ويشوهونه باستخدام الوسائل المختلفة المسموعة والمقروءة المرئية، كل ذلك للتشويه للدين. ثم نحن نتقاعس عن الدعوة والرد وبيان حقيقة الدين. أليس هذا تفريطاً ما بعده تفريط؟ إن ترك الدعوة أيها الإخوة تهديد واضح لوجود الدين، ترك الدعوة طمس لمعالم الدين، ترك الدعوة هو ترك المجال للكفر للظهور، ترك الدعوة هو إفساح المجال للكفرة لتشويه الإسلام عند الآخرين، ويفعلونه بوسائل كثيرة، يشوهون الدين وأهل الدين. ولذلك كانت الدعوة إلى الله من أعظم الوسائل وأنفعها لحفظ الدين،
والله قد قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير أول صفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذه الدعوة من الدعوة. وقال سبحانه: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ماذا قام كل واحد منا بهذا الشأن؟ سؤال يوجهه كل إنسان إلى نفسه: هل دعوت غيرك إلى الإسلام يوما ما؟ إن كان كافرا دعوته لاعتناق الدين الجديد، وإن كان مسلما مفرطا دعوته للتوبة والعودة والتمسك بالدين الذي هو عليه. الدعوة تشمل تعليم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على المخالفين وكشف الشبهات وفضح المخططات ليكون الدين واضحا للناس. هذا شيء أساسي أنزله الله تعالى في صميم هذا الدين، أن هذا الدين يعلو ولا يعلى عليه. فكيف سيعلو ولا يعلى عليه إذا لم يقم أصحابه وأهله وأبناؤه بالدعوة إليه؟ الدعوة، الدعوة يا عباد الله فيها تعليم للجاهل والذي لم يسمع بالدين من قبل، وكذلك فيها كشف للشبهات وإظهار للحقائق الواضحات وتفويت للفرصة على أعداء الإسلام وتحقيق لشمول الدين وعمومه. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ثم شرعت هذه الشريعة رابعا الجهاد في سبيل الله لحفظ الدين، لأن الدعوة تقابل في كثير من الأحيان بالرفض والجحود والإنكار، فيقبلها من يقبلها وتحصل المنفعة من الدعوة، فإذا رفضها من رفضها فما هو الحل إذن؟ ما هو الحل في حجر العثرة، في الحواجز القوية، في السدود المنيعة التي توضع في سبيل انتشار الدين؟ لا حل لذلك إطلاقا إلا بفل الحديد بالحديد، ومواجهة القوة بالقوة، إرغاما لأنوف المعاندين، وكسرا للحواجز، وأن يخلى بين الناس وبين دين الله، يخلى بين الناس وبين دين الله، وكذلك إنقاذا للمستضعفين من المؤمنين الذين سيذوبون بغير جهاد، وقد تسلط عليهم الأعداء. فإذا الجهاد لأمرين واضحين: جهاد لنشر الدين ولتحطيم كل الحواجز التي تعوق نشره بالقوة، والثاني جهاد للدفاع عن الدين وعن المسلمين وعن المستضعفين وعن بلاد المسلمين حتى لا يتسلط عليها الكفار. والذين يقصرون الجهاد على الجهاد الدفاعي أغبياء وجهلة، فإن الله شرع لرسوله قتال الكفار وقال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا المشركين كافة كافة. فإذا قدر المسلمون لابد من جهاد الهجوم، وإذا لم يقدروا فالشكوى إلى الله ليقوموا بجهاد الدفع. إذن وكثيرا ما لا يستطيعون في هذا الزمان لا جهاد الهجوم ولا جهاد الدفع، ولكن لابد حينئذ من الاستعداد للجهاد وإعداد النفس لذلك بحملها على الدين وتربيتها عليه استعدادا للقيام بالواجب. إن الجهاد ضروري لإنقاذ الأماكن التي يعبد الله فيها. قال الله تعالى:
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الدفع دفع بالقوة، قوة المجاهدين الذين يدفعون الأعداء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، البعض الأول والبعض الثاني، يدفع الله بعض الناس الكفرة ببعض الناس المؤمنين. لولا هذا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. لولا ما شرعه الله لأنبيائه وللمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنى المؤمنون من بيوت الله في الأرض. ولذلك الكفر إذا هاجموا بلاد المسلمين من أول ما يتسلطون عليه المساجد، فحولوها إلى حانات للخمور، أو صالات عرض سينمائية، أو اسطبلات للخيول، أو كنائس للكفر والشرك، أو هدموها وحرقوها وأزالوها من الوجود. فضاعت كثير من أوقاف المسلمين، وضاعت كثير من الأماكن التي يعبد الله فيها في الأرض بسبب التخاذل عن إقامة هذا الفرض العظيم. ثم إن بالجهاد تمكينا من إقامة الشعائر والحكم بما أنزل الله في الأرض. والمعركة بين أهل الإسلام وأهل الكفر قائمة إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من خالفهم. لن يترك أعداء الإسلام للمسلمين شأنا يقومون به في العبادة، لا بد أن يقاتلوهم. هذه قضية أذن الله بها وشاءها وقضاها وأخبرنا عنها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ما استطاعوا. ولم يترك الله عز وجل أهل الحق والإيمان عزلا، وإنما شرع لهم الأخذ بالأسباب الدينية الشرعية والمادية، الإيمانية القلبية والمادية، التي يستطيعون بها إرغام أنوف العدو. وقد أمر الله تعالى بإعداد العدة فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وهذا الإعداد أمور كثيرة، منها إعداد النفس الذي يقصر فيه الكثير منا. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، ولم يحدث نفسه بالغزو، هذا الإعداد النفسي، فمن الذي حدث نفسه بالغزو؟ يقول أنا غير قادر على الغزو، وقد يكون محقا حقيقة في ذلك، لكنه هل حدث نفسه به؟ وهل انطوت نفسه على أنه متى ما قامت القوة والقدرة للمسلمين أنه سيجاهد في سبيل الله ولم يحدث نفسه؟ هذا يموت على شعبة من النفاق، يموت على نفاق أيها الإخوة. إعداد نفسي، إعداد إيماني، إعداد علمي لابد. لقد مكث المسلمون في مكة 13 عاما، لا تنقصهم جرأة ولا شجاعة، ولكن لأن الله لم يأذن بذلك لم يأتي وقته بعد. يعدون أنفسهم ليوم بدر وأحد والخندق والحديبية وحنين والفتح الأعظم. ولذلك جاءت النتائج باهرة لما أخذوا بالقوة الكافية واختاروا التوقيت السليم. فالجهاد في سبيل الله يمنع من تسلط الكفار على المسلمين، ويحرر الأماكن لعبادة الله فيها، ويخرج الناس من عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، يخرجهم
حتى لا يكونوا عباداً للعباد، وإنما ليصبحوا عباداً لله تعالى. هذا شيء مما جاءت به الشريعة لحفظ الدين ينبغي على المسلمين فهمه والعمل به. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القائمين بأمرك، الناصرين لدينك، المحافظين على حدودك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، والشفيع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، لقد شرع الله من الحدود ما يكفل حفظ الدين، وهو حد الردة الذي يحفظ به جانب الإسلام من الهدم، يحفظ به الإسلام من الهدم، يكبت فيه الباطل، والمتقولون بالباطل والرافعون لرايات الكفر الذين يتفوهون به ويتشدقون. هكذا إذن شرع حد الردة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بالدين ولا شك هو الإسلام، وإلا فمن بدل إلى النصر من النصرانية إلى الإسلام لا يقتل، بل إنه يصبح أخاً في الإسلام. من بدل دينه أي دين الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين الذين هم على منهاج الصحابة على دين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو لم يقتل المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه بكل سهولة. وهذا الحد العظيم الذي عطله أكثر المسلمين في هذا الزمان، بل لم يكد يعد يسمع في الأرض مطلقاً بأي سبب أيها الإخوة، مع كثرة المرتدين وكثرة المتشدقين بالكفر الذين لا يشهد على ردتهم واحد واثنين، لا يشهد على ردتهم واحد واثنان، وإنما يشهد على ردتهم المشاهدون من الألوف والمئين، ألوف المئين والألوف من المشاهدين الذين يشهدون على ردتهم وعلى كفرهم وزندقتهم. فيعرض الكفر والإلحاد الآن في قصة تطبع وتروج، أو فيلم ينشر في القاعات ليشاهده الناس، أو في مناظرة تلفزيونية بزعمهم يسمح للمرتد بعرض دينه الكفري وعقيدته الباطلة وزندقته وانحلاله وهجومه على شريعة الله ورسوله وطعنه في هذا الإسلام، ويشهد على ردته عشرات آلاف الناس أو أكثر. إذن حد الردة بضرب عنق المرتد بالسيف هو أمر شرعه الله لحفظ دينه. إذا أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل. أبو موسى يقول لمعاذ: فإذا رجل عنده موثق. قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. أبو موسى يقول لمعاذ: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. رواه البخاري. فضربت عنقه. لماذا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة فلا يقال المرأة المسكينة الضعيفة، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال ابن حجر رحمه الله: سنده حسن. هذا حكم الله ورسوله، هذا حكم الله ورسوله في من يرتد عن الدين ويخرج منه، ومن يرتد عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كم واحد يسب الرب في المسلمين، وكم واحد يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم واحد يسب الدين، وكم واحد ينتقد القرآن، وكم واحد يعيب الحدود الشرعية، وكم واحد يحل ما حرم الله من الربا وغيره، وكم واحد يقوم بالسحر والشرك والاتصال بالشياطين والتكهن، كم واحد؟ كل هؤلاء ما هو حدهم؟ ضربة بالسيف تقطع رقبته. هذا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ أن ارتد المرتدون من العرب، فقام لهم الصديق رضي الله عنه قومة لله عز وجل، وجرد الجيوش لقتال المرتدين الذين خرجوا عن الدين، وهكذا فعلوا ببني حنيفة وبمسيلمة وبغيره من الكفار، فقتلوا من قتلوا حتى رجع إلى الدين صاغرا من كان قد خرج عنه. وهكذا قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في من اعتقدوا فيه الإلهية، لما دخل الكوفة فسجدوا له فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد وملأها حطبا وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وهو مولى علي رضي الله عنه. ولم يعترض ابن عباس على هذا الحكم إطلاقا، وإنما كان رأيه أن لا يحرقوا وإنما يقتلوا قتله. وهكذا حصل ما حصل في عهد من بعدهم من المسلمين وفي عهد التابعين. قام أميرهم على المنبر في يوم الأضحى خالد بن عبد الله القسري يقول: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، شكر الضحية كل صاحب سنة. هكذا إذن يرتدع كل من تسول له نفسه الخروج من الدين أو التهجم على الدين، وما أكثرهم في هذا الزمن. هذه الوسائل التي جاءت بها الشريعة لحفظ الدين، فما أحكمها وما أعدلها وما أقواها وما أحزمها وما أشدها على من بغى وطغى. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وأن ينقلنا إلى رحمته. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، قائمين بشرعك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد. اللهم إنا نسألك أن تحرر بلاد المسلمين من الكفرة المغتصبين. اللهم ادرأ عن إخواننا المسلمين كيد المعتدين. اللهم أنزل بأسك وسطوتك باليهود والنصارى والمرتدين. اللهم عليك بأعداء. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12101. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قسيم، تلك آيات الكتاب المبين،
نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما واجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن
الخزائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا
أولادنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين